لقيت رئيس القسم الدكتور خليل صبات رحمة الله عليه في المحاضرة، في آخر محاضرات الليسانس، بيقول لي تروح الأهرام. قلت له إيه؟ هو ده سؤال يعني الأهرام مرة واحدة؟ الأهرام ده احنا كنا المفروض تجاه الأهرام القديم كان طبعا. ورحت الأهرام وقابلت الأستاذ هيكل. طبعا تخضيت وأنا بقابل الأستاذ هيكل طبعا، وقال لي أنا يعني إيه رغبتك إنك تشتغل في الأهرام؟ قلت له والله أنا عندي ثلاث أسباب موضوعية بس فيهم سبب غير موضوعي. أوكي. السبب الأول إن أنا يشرفني إن أنتمي لأسرة الأهرام، وهو في حد يعني الأهرام جامعة شعب. صح. أنا كان عندي فرصة إن أنا أبقى معين. قلت له السبب الثاني إن أنا يسعدني أن أعمل تحت رئاسة هيكل الكاتب. حد التاكد. قال لي ايه السبب الثالث بقى؟ قلت له عندي احساس ما غير مبرر ان انا ممكن اكون كاتب كويس في يوم من الايام. احساس غير مبرر. اصل ايه المبررات وانا لسه. استاذ هيكل كان رد فعله ايه؟ هيكل قال لي اطلع امضي العقد على طول بقى. على طول.